زوار المتتبعين خلنا نهضر بريس طاحوا خزاهم كيجي الحلقه الجديد كيجي نسقسي الجديد اسقسي نهار زوار في الشارع هو من تعني الحاجتني اخصها تمنيت ولكن هو خاص تندميتها اتفت السنه من دخايني نيوذان قيم كي خانكا ياسين فاريت تاني حاجتني خصها تمنيات ولكن ما تندميتش رخي حاجه تنخا وخا خصها خص تمنيات وخص تندميتش رخي غاجي نفع ما مش تقر حاجه تنخ كلشي حاجه ما مش كاع حاجه نخا اي حاجه واش نصدق واش المهم منايا من ديما سهم من المهم حاجتي صارح ربي العالمين وخص تندميتش موز ما غاس ندم هذا بالعكس يفارح ورنج اه اش خصك انا عاشو السهمين دي تخصك قاع خاص ما نوني طاس نحوايج شحرت مثلا لا ميت كن عاشين وسي ميست كنت ما نوني هو انا نيم دوكر اه دينا الشك هنا اش كي خصها الثمانيه ولكن وات نتميش اي بدوكر شنو نعمل ديك غينه خصها تمن والله ما سمع تخصها خي بدوكر دوينه من داك غينه المهم لا اله الا هو ما نينيش غينه تتيه انت امو ولا ما سمين دي تتيه دي بطر اي زيرو تاود ميتين طابع ميو ما يستكنت الله اعلم اشي احفظ عبد نحو يجي دين يتم بنادم مهم يتخسن بعدين شبع ذا يعني عروض دقني ما الشيء نذو دين عاود تنين ابن رخي عاد دقني توارد ابن ميت قرن رخي عاود تنين توارد وزماش قسن تمنية ثنية تندميت شا لا ما زلت ندمت ايش حاجة تخس ندمت ما رخصها خس تمنية اتصن حويش تظن حوايج عادي تسمى بنا المرغى يبغى ديك المهم اني دي عند 8 دي الخمر النيوي نثق السماء مش مغطره اثنين عاد ندم نخص حد سنين ماني تواريخ سلام مليح الحمد لله ليش مليح صاش السقسيخ ميت على الحاج ثني يخصها 8 ولكن ما تندميتش صحتي نوم ايوا مروغك صحتو راك ولوم سما مرتها شد خاص تخصها 8 خاص صحتها ناني خاص ندم ايوا لهوت مايمي ماكلا هنا ثناني خاص تندمي الخاس تشد السين عاشين من ديشين نفع واش نفع ايوا المنايو ياسين اقشش تبني غاس تمنية غاس اش تشبو تبين لي لصحاب تمنية فارح السلام عليكم السلام ورحمة الله امجي ملح اقيم لي الحمد لله بارك الله فيك قشت التعوين تنشط هادشي وقتينا بشكل الا ضو الضاع نقبع 5 5 شكل نهار غاجي سقسي من تاعنا الحاجه اللي خصها 8 ولكن خاص تندميت او ما انه 22 خصها 8 وخاص تندميت اولا الصحه مش مرات خصها 8 لو خاص تندميت ثانيا مرات تقشنخا مو تعاون المساكين اني واحد شي شاه وثني واش تقسم شام من الدنيا ذي وشاد الاخيره المهم التصيد هنا التص ثمانيه وغادي نشتي الساعه تاع جميع الحاج اللي خدمت ما لا تندمد مثلا اخر المخدرات خشنا امي فاق الشهر ايش قاشين فاق الشهر يسيد بيا من واش ينفع مش واش ينفع عندي الاخيره واش ينفع لا داخله لا ذي الدنيا تما سيد بيا واش تنفع شاد ضارش تني امي قان خصها خصني عاشي شي حاجه اللي كان منفع على الجسم بحال هكذا شي حاجه ديال الكسوه بحال هكا شي حاجه الماكله هذيك ما كنندمش عليها خسر اخويا هو كاين بزاف ديال المسائل ولا اش كني اش غادي نقول لك اي حاجتني يخصها 8 تندمي خاص مين تاعنا شي حاجه تمشي في الخاوي بحال هكذا ما مش في الخاوي بحال هكذا شي ديال الشراب شي ديال الحشيش شي ديال المهم بزاف ديال المسائل اللي كيمشي في الخاوي كتسمى ندم عليها ندم عليها حتى ما ربي ماشي هنا معكم جميل مليح سلام مليح الحمد لله شك مليح الحمد لله شي حفظ ربي اش سقسي خميت انا حاجتي خصها 8 ولكن خص ندمي شاف خلي والدينا هما والدينا كلش ني الحياه ني من ما خص نتخسر وخص نتندي ما يمشي ايوا خا الوالدين شوينا مش حال عبان شيك وي تصن حوايج ميت انا حاجتي خصها 8 ولكن ندمي خاص ندمي خاص هي مرات روح مو تقماض ني خت كيش حاجه مو تصن حوايج الحمد لله شي حفظ ربي نهار اخر جو سقسي مين تاعنا الحاج ثني خصات 8 ولكن خاص ندمي شي 8 ثني خصات مين تاعنا الحاج ثني خصات 8 وخاص ندمي شي بنادم ما خصات 8 خص حنش خي خفنش خاروض خشي حاجه مو تشد فيه مدخ العائله نشو زعما خاص ندمد فهمت زعما انايا
ثاني تا تسمى بودا تخصها تنعاشين وخاص تميتش فما بنا مشي الحمد لله بنا وانت نخصها بودي شن حاجة تمو شن المخدرات نخرق ماني شن حاجة هذا ما انا يزمع شي نخوها إيميت أنا الحاجة اني خصها تميت ندمي خاسنت الحاجة اني خصها تميت ندمي خاسنت الحمد لله ما يتواري خصها تنعاشين ويتسمى تواري وخاص ندمي خشا ما يمي قبل ما تخصها تنعاشين خصها تفكا من دين تخصها اولا عادوا ومن بعد واش المهم الحمد لله اش بعد التواريخ يخفينو ما يخصها تنعاشين وخاص ندمي خشا ما انا يز ماشيني خويا عما صوت دم خشا نطورو الضيع خصها شي يز ماشيني خا عما راسو بنامي توقع دي الغلط وتشي يوضا توقع مثلا تقدم واش نحاج تمو شن فهمتني شن تجارة ندمي دخاس شن حاجة صغير شن حاجة تفرش وتشي تندم وتشي تني تندم دخاس فهمت بنا مقا يتوقع دي الغلط الحمد لله شكرا لله الحمد لله هنا راه جوج سقتي مين تعنى الحاجة تني خصها تمنيات ولكن واخا تندميتش حاجة خص خصها تمنيات واخا تندميتش حاشي تخوع دي سينوا شنو حاشي تنالي؟ صاد مناي النوا مرا الحاش الشيخ تو يفخينو ويتقسمو راه ويتقسمو راه طوالي اي من غني عروض مرا ثقيت شان خاني دمي دخاس لا مرا خا مخوز مخوز ندمي شا مرا تسامو شا حاش نغني غير ما نفي عام وشا حاش تخني اش قصر حرمة شا مور حاش شي وعد يسني شني خارو وش يتقسمو راه بنين اخي شو سقسي ميت انا حاش تني اذا تصوفو تمنيات ولكن وخاص تدمي شا الحاجتي دي إذي ما مش الحاجتي دي الصفوغ 8 خصها خصها 8 ولكن خص دميت شغل حاجة ثانية اش ما نفهم نشا اصلا وصبغ في شي حاجة 8 دي شي حاجة مو فاقش خص ندمي خش يعني ني واي بوش حاجة ثانية تندمي خاص لا واري بوش حاجة زعما صبغ 8 ندم خاص لا عماس يعني شك اي حاجة تصوغ خاص 8 وتندميتش جميع الامور هاني لا 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 وصافي خذي شي حاجه ثاني غاس ندم واري بوش حاجه ثاني شل بلي ثاني فهمني خلا الحمد لله واري باش انا خاص ندم لان رخو ما مش تقاش فهم غاش وسعنت البلية الطاس بنام تنفيح عرق ما مشاكل فهمني خلا انت الام شويه فهمت وسعنت المشاكل تو الناس المجتمع راني فاسد قليل من رحمه والله فماذا وسعنت النساء وسعنت الله يحفظ الشاسة دي وواريب وشي حاجة تنيني سبو خاص تمنيات وندم خاص عماص عماص والحمد لله اشي يحفظها بي الحمد لله اخي جو سقسيق ميت انا الحاجة تمني خصات تمنيات ولكن وخاص ندميت شا الحاجة فيك خصات تمنيات وندميت شا شو الامثلة ياك شان المثال شان المثال مثلا الصحة الصحة تيش خاص مرة ثارشة قصو غير خاك خاص توشتين عشين سوي خاك ولكن تدميت ذي خلاك لا تدميت شا برك شكمال تروح عشان الصحة ما يصغل ثوتين عشيني اسمه مرة واك بالصحة صحي واك والو ما واك ما يصغل ثوتين رغر اسمه اني انا دعس عد تانيك الوالد مساكين لاني مرة هرشن امدني خلا مرة هرشن راح عد تانيك خصت خاصة خاصتات مرة خاصة خاصة زريد الوالد انش ديت داد حسن مرة اتزاد مين غاك ذاكرة قاع مين غاك الدنيا يثكمير مرة زي حال غاك الوالد دوا مسكين ديت داد وخبش حال ما خاصة خاصة وناس جمان فوق فمني خلا ايوا تزدوي السراثر عم سيدا مجار قاعد عد يسنش مارث عمار لحد يسنش تسجي ولاد الحمد لله وتندمي الخان عاشين ايوا مالو يا خويا لي دوا ميت انا الحاج ثني خصات ميت ولكن تندمي خاسنت ندمي خاسنت الحرام او الزواره الحرام شنو حاجه الحرام شنو حاجه الحرام زيد طاف شنو الحمد لله يا خو التفلايس الحمد لله ما شت تواريخ تحد واه ما سوق شي حاجه ديال الحرام تنعاشين خصاريخ الحمد لله يا خو التفلايس تواري واش التفلايس مشان قال اخر حاجه قال وتكيف عم صدن كيف شي حاجه الحرام والو